من ارض المسرح، مسرح الاحلام، مسرح الكبار. يا سلام على شوط الكبار. نزار غرفات، رجاء تعديد الحصان، رزق الله نزار الخيال. نزار غرفات، رجاء تعديد الحصان. أيها الأخوان، ها هي الأحصنة تتوافد إلى أرضية الميدان. جميع برنس رياض الكريم، أمير شاه، طمراوي، فياق السيرين، هذه الأسماء داخل أرضية الميدان. تحيون لكل من سالم العطبي، أحمد أبو جبل، أياس أبو جبل، حسين سواعد، علاء غريفات، برون بن ملشي، نزار غريفات. رائع للغاية، صوت جميل. سوف تمتلئ جهاز الانطلاق، يمتلئ جهاز الانطلاق بسبعة المشاركين. المدربين على نار، المدربين على نار، الملاك على نار. الرجاء التواجد عند المنصة الرئيسية لتعديل الحصان. رز الله نزار. جوا يسلون المضمار بس الخيل والخيالة. الله يرضى عليكم. أحسن من هذا يسمى يزيد؟ سلام. إذن الكل ينتظر، جالس على التوالي. الخيال معاد أبو علي، الخيال معاد أبو علي، الرجاء التواجد عند المنصة. معاد أبو علي، الخيال معاد أبو علي، الرجاء التواجد عند المنصة. حبيبي هلا. تعال خي يا فواز. لا استنى استنى سيدي، والله لف مفك عندك. لف لف سامر. هي معاد ابو علي، الخيال معاد ابو علي، رجاء تواجد عند المنصه. معاد سيفر. ايوه طمراوي، يا طمراوي خلاص. أرضية الميدان، من سوف يتربع على عرش هذا الشوط؟ من سوف يقمص الخروف بحضور المئات والألوف؟ Thank you.
المئات والالوف من الجماهير. انا مستعد على الباسيت فيه. حضور هذا الشوط حضور نادى عبيان عبيان نادي بحضور سبعة مشاركين سبعة أحصنة دبابية نارية تشارك بالقنص الخاص تهنئة لرواح الخروف. يتهنى فيه طبعا كروب الخروف. هلا جميع الاحسن شباب الحصن خلوها ورا بعض مشان التصوير ورا بعض مشوها عبيان ورا بعض ورا بعض مايمون دائرة لا تحط النهاية وترجع لعند وهو طمراوي صاحب البطولتين في العام الماضي أول مشاركة له مع فئة الكبار العمالقة وهو شوط تجريبي لأمير شاه فياق السيرين شباب يلا خيال معاد علي إذا إخواني ها هو بريق عبيان جاهز لخوض هذا المعركة لخوض هذه المعركة وهذا الحرب الطاحن اليوم وأيته حرب هذه يا بريق عبيان حرب طاحن وساخن مع ياس أبو جبل هو بعملية الإحماء رياض الكريم هو أيضا يبحث عن الخروف الجائزة المقدمة من هنا مصوص رياض الكريم له في المعارك اسم لامع شارك في عدة مضامير مع الخيال الواعد قصيص واعد وهو طمراوي أيضا صاحب البطولة هنا في ميدان قانا الجليل وصاحب اللقب صاحب البطولتين المتتاليتين كما ذكرت سابقا هنا في ميدان قانا الجليل وميدان هيبة روم غريفات العام الماضي معنا ايضا برنس هلا سبق وان شارك في اشواط الخروف انتزع الخروف في ميدان هيبدروم غرفات العام الماضي معنا ايضا امير شاه مع الخيال احمد ابو جبل وبرنس مع دورون بن منشي امير شاه معنا ايضا حسان شارك في ميدان هيبودروم غريفات العام الماضي وحاصل على عدة مراتب أولى وثانية جاء ليشارك لفئة الكبار مع الخيال المنصور لكن القيادة سوف تكون بجهاز الانطلاق إلى معاد أبو علي السيرين ايضا مع الخيال المايسترو بئب الخرفان الخيال على اغريفات سابقا لفياق ان حصل على خروف بشوط الخروف في ميدان هيبدروم البطوف عام 2012 عندما كان بملكية فضل البصير مع المدرب محمد السليم فودي ابو السليم وهو المالك ايضا سبعة مشاركين كبار تشارك في هذا الشوط يا حضار الكاميرا
محاولات إدخال آخر المشاركين إلى جهاز الانطلاق. يبدو لي أنه رزق الله مع معاده. لنستكمل عدد الستة مشاركين في هذه المجموعة. لحظات معدودة والأعصاب مشدودة عند الملاك والمدربين. من سوف يتربع على عرش هذا الشوط؟ من سوف يتربع على عرش هذا الشوط؟ والليل بالخروف. الخروف عند المنصة الرئيسية ينتظر الفائز هنا ليعطي الهدية القيمة المقدمة. يبدو أن جميع الأحصنة داخل جهاز الانطلاق. الانطلاق لحظات معدودة والأعصاب مشدودة. لحظات معدودة والأعصاب مشدودة. جميع الأحصنة داخل جهاز الانطلاق. عباس فات فات وفعلا اخواني ينطلق الشوط. الخروف على بركة الله. فياق السيرين ينتزع الصدارة من البداية مع الاغرفات. بريق عبيان بالمرتبة الثانية. اما طمراوي بالمرتبة الثالثة. طمراوي بالمرتبة الثالثة. ما يزال فياق السيرين متصدر المجموعة. فياق السيرين ما يزال متصدر المجموعة. رياض الكريم قصي سواعد يترقب بالمرتبة الرابعة. ما يزال فياق متصدر المجموعة. بريق عبيان ما يزال بالمرتبة الثانية. سالم العقبي مع طمراوي بالمرتبة الثالثة. الخيول ما بين المنعطفين. هل سوف يفعلها على الذئب بفياق السيرين؟ لا نعلم. ممكن يا سمو جمل على بريق عبيان. ممكن سالم العقبي مع طمراوي. لا نعلم الا الله عز وجل وحده يعلم. اندفاع فياق السيرين بالابطال الاخيرة. بريق عبيان ياتي من الخلف على الذئب مع فياق السيرين. طمراوي من الخلف. فعلا الذئب على فياق السيرين. فياق السيرين. فياق السيرين مع ويضيف إلى رصيده الخروف الخامس في طيلة مسيرته. على فعلا يفعلها. انطلق أولا وحل أولا فياق السيرين. يا الله بزمن قياسي رائع. سيرين هو فياق. فياق في ساحة التتويج. البطل علاء 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 معنا بطل هذا الشوط فياق السيرين. فعلا فياق السيرين يفعلها بعد صيام سنتين عن أشواط الخرفان مع الخيال ذئب الخرفان المايسترو على إغريفات. ويفعلها مجددا فياق السيرين. مبروك يا أبو سليم محمد سليم الفادي على هذا الشوط الرائع في زمن قياسي جميل ورائع. دقيقة 27 جزء من الثانية. زمن قياسي رائع وجميل على هلكم يا شباب. يا ساتر على هلكم. وين التصفيق لفياق السيرين؟ مبروك لعلاء ذئب الخرفان. علاء الخروف الخامس على التوالي. نتذكر فياق السيرين عندما انتزع شوط الخروف عام 2012 في ميدان هيبدروم البطوف. اليوم يعود من جديد فياق السيرين. كل الاحترام لفياق. أسأل الخيال على اغرفاته. وفعلا ابو السليم يهدي الخروف المقدم من ميدان قانا الجليل للخيال على اغرفات. بارك الله بك ابو السليم. دمت ذخرا وفخرا لهذا النوع من الرياضه. ركوب الخيل والفروسيه ناريه جماعيه مع الملاك والمدربين وكل من يحب هذا الحصان. طمراوي من الفحل فانتومونيل الام هدى للمالك والمدرب الحاج عبود الزوبي ابو محمد.
محمد. بسم الله ما شاء الله طمراوي مرتبة ثانية، نتيجة لا بأس بها يا طمراوي، سبق أن نلت من البطولة، ند البطولة بطولتين يا طمراوي هنا في ميدان قانا الجليل وفي ميدان هيبدروم غرفات، وحصلت على آخر ثاني ومسابق، لكن طمراوي يكتفي بالمرتبة الثانية. مع خريف مبروك للمدرب ومهندس الصوت هنا في ميدان قانا الجليل الأخ العزيز على قلوبنا سامر أبو ليل، يعطيكم العافية مرة أخرى، نبارك له السليم على فياق السيرين. نستقبلنا من الفحل بريق الأمل لهم بيان للمالكين عثمان قيم أبو وائل من العزير وحسن الحسن من المشهد. بريق بيان بسم الله ما شاء الله، نتيجة ثالثة، مركز إن شاء الله بعد أسبوعين من هذا اليوم كالعادة، يعني بعد أسبوعين يوم الجمعة. إلى حين لكم منا إن شاء الله الصحة والسلامة والعافية من الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.